نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعالية لإحياء يوم التراث الثقافي العربي تحت عنوان حماية وإحياء التراث الثقافي لفلسطين. تم اختيار موضوع يوم التراث العربي لحماية وإحياء تراث فلسطين نظرا لما تمر به في هذه الفترة، خاصة في قطاع غزة من عدوان مدمر وانتهاكات صارخة للقانون والقيم الإنسانية، حيث نال الاحتلال من تراث فلسطين من خلال التدمير والتشويه والمغالطة. اختارت الأمانة العامة موضوع حماية وإحياء تراث فلسطين نظراً لما تمر به فلسطين وخاصة قطاع غزة على وجه الخصوص من تدمير وانتهاكات بشتى الطرق من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم، بما في ذلك التراث الفلسطيني والتراث يعني الهوية، فإنهم يستهدفون طمس الهوية العربية الفلسطينية بل يحاولون انتسابها لهم، فلا يمكن الحديث عن مستقبل الأمة ومصيرها دون التطرق إلى الأحداث المؤلمة التي خلفتها وتخلفها النزاعات المسلحة من أزمات على كل المستويات، بما في ذلك دمار واستهداف الإرث الثقافي في ظل غياب الأمن الناتج عن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. نحن اليوم نعقد هذه المناسبة في جامعة الدول العربية، ويستمر العدوان الإسرائيلي، تستمر جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 143 على التوالي، ومع الأسف لم يتمكن مجلس الأمن من القيام بدوره ومهمته لحفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث تم تعطيل قرار عربي قدمته الجزائر لوقف فوري للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي تعمد أن سرقة التراث، سرقة الزي الفلسطيني، سرقة الكوفية، حتى المأكولات الفلسطينية، حتى العارضات الأزياء بيظهروا في المسابقات الدولية اللي بتمثل الاحتلال الإسرائيلي على أنه من حضارتهم المزعومة. التراث الفلسطينية تراث وتاريخ وأجيال، لأنه إحنا أرضنا أرض حضارات.